اهلا بكم في قناه واو تيم مع اولى حلقات ماده الكمبيوتر للصف الثالث الاعدادي عربي ولغات. ومعانا عاطف هيبقى متواجد معانا النهارده في الحلقه بتاعت ازيك يا عاطف؟ ازيك يا مستر؟ عامل ايه؟ الحمد لله. مش تستنى كده لما ارحب بيك؟ ما انا قعدت استناك تعرفهم عليا ولا اي حاجه، تعمل اي حاجه، مفيش خالص. ما انا لقيتك داخل سخن فقلت اديك فرصتك. طيب هديلك انا فرصتك. طيب ماشي. اهلا بيكم يا اصحابي في قناه واو تيم. انا حسيت كده ان انتوا مش عارفين اي حاجه في الكمبيوتر زي بالظبط، فقلت ايه اجيب لكم حد كده علمنا كمبيوتر. جبت لكم مين بقى يا اصحابي؟ مستر ابراهيم رجب. شكرا يا عاطف. هتعلمنا كمبيوتر يعني ولا هتعمل ايه؟ لا 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 ما تقلقش من النقطه دي، الموضوع بسيط جدا خالص، اهم حاجه تكون بتفهم. بتفهم؟ اه بحاول. اه لا ما تقلقش خالص، الدنيا بسيطه خالص خالص خالص. اه خدني كده على قد يا زبادي عشان اعرف افهم. حاضر يا عاطف. قال انت غيرت الهدوم ليه؟ هو انت شتيت ولا ايه؟ اه شتيت يا عم، كنت بردانه قوي. اه ده مين اللي جاب لك الهدوم الحلوه دي؟ ده مستر علاء الله بقى يكرمه، هو اتوسط له عند ابو نواف عشان يشتيلي. طب كويس. صعبت عليه؟ لا لا بس الصرف باين. عجبك يعني؟ لا لا جميل قوي. لا مطقم. طب انت حاطط ايديك في جيبك ليه كده؟ حاطط في التلاجه اللي انت فيها دي يا ابني. بردانه قوي يا مستر، ما انت برضه لابس بليزر. اه بس مش حاطط ايدي في جيبي. بس برضه بتتنك يعني. لا 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 بتهيألك بتهيألك. طب انتوا ايه رايكم، انا ولا هو؟ لا اكيد هيختاروني انا، برضه ما تخشش معاك بنفس عقد. ماشي ماشي خلاص. تيجي نشرح يعني؟ تيجي نشرح النهارده؟ اه يلا اتفضل. طيب بقى هنشوف الموضوع ده ايه. النهارده هنتكلم عن اولى حلقات ماده الكمبيوتر للصف الثالث الاعدادي عربي ولغات. عربي ولغات. طيب اول درس عندي او اول يونت عندي بتكلم عن حاجه اسمها بروبلم سولفنج. بروبلم سولفنج يعني ايه بروبلم سولفنج يا عاطف؟ ما انا مستنيك تعرفني. حل المشكلات. حل المشكلات؟ اه. وده ايه علاقته بالكمبيوتر؟ جميل جدا، انا بستنى السؤال ده دايما يا جماعه. ليه؟ إيه؟ انا لازم اربط المنهج بتاعي او العنوان بتاعي بالمنهج كله. ازاي؟ ازاي؟ لو انا قدرت اربط الاثنين ببعض الموضوع هيبقى سهل بالنسبه لي واقدر افهمه بسهوله. انا مش عايز حد يقدر او مش عايز حد يعتمد على الحفظ، احنا نفهم وبعد كده نطبق. هو الكمبيوتر فيه فهم؟ اه طبعا. مش عايز حفظ وانا مانيش عايزك تحفظ خالص، انا عايزك تفهم معايا. خلاص؟ طيب احنا قلنا بروبلم سولفنج يعني حل المشكلات. وعاطف سالني هو ايه علاقه ده اصلا بمنهج الكمبيوتر؟ يعني ايه يعني المشكله والكمبيوتر والكلام ده؟ انت جاي تتكلم في ايه؟ طيب لو انا طلبت منك يا عاطف وقلت لك انا عايز اشغل فيلم كرتون مثلا على اللاب بتاعك او على الكمبيوتر بتاعك، وجيت تفتحه طلع لك ايرور كده او مش راضي يفتح الفيديو ده، يبقى انت عندك ايه كده؟ عندي مشكله. جميل. المشكله دي ايه هنا؟ في الصوت. لا، عدم وجود برنامج يشغل الفيديو. صح كده؟ او صوت لو اغنيه. اه مش كده؟ يبقى انا البروبلم هنا بتعني عدم وجود البرنامج. طيب انا مطلوب مني ان انا اعمل ايه؟ احل المشكله دي. احلها. بروبلم سولفنج. طب انا احلها امتى؟ انت احلها لما يبقى فيه برنامج. اه يشغل الحاجه اللي واقفه معايا. لازم اكون في برنامج اصلا. بالظبط كده. يبقى كل حاجه من البرامج دي متخصصه في جزء معين او بتحل مشكله معينه. ما انا لو جبت برنامج فيديو هيحل لي مشاكل عدم تشغيل الفيديو. ساوند او صوت هيحل لي برضه عدم وجود برامج بتحل او بتشغل الصوت. طيب. يعني انا يا مستر لازم احدد ايه نوع المشكله عندي؟ ايوه هنا لازم نحدد ايه هنا نوع المشكله. وحاجه تانية انا لازم اصلا اعرف في المثال عندي او في ايه المشكله اللي انا ايه البرنامج اللي انا محتاجه؟ ايه البرنامج اللي انا محتاجه؟ يعني البروبلم هنا بتعني عدم وجود برنامج. هتتحل امتى؟ لما اجيب البرنامج. طيب هنا بقى بيقول لي لا انت ما تدورش على برنامج. امال ايه؟ امال اعمل ايه؟ ابدا انت اعمل البرنامج بنفسك. ابدا انت اعمل ايه؟ البرنامج. انا اللي اعمل البرنامج؟ ايوه. لا لا ما هوش صعب ولا حاجه، هنا تبقى انت مبرمج، تبقى انت ايه؟ مبرمج. اه يبقى المنهج بتاع الثالثه اعدادي ده كله يا جماعه بيتكلم عن حاجه اسمها بروجرامنج لانجوج او لغه البرمجه. لغه
البرمجة، تمام؟ طيب برضو ما قلتليش يا مستر يعني ايه علاقة البروبلم سولفنج بالكمبيوتر او الكلام ده كله، صح؟ عم استنيك اهو. طيب هنا انا لازم اجيب برنامج عشان احل المشكلة اللي عندي، لازم اعمل ايه؟ ما انت قلت اعمل برنامج. اجيب برنامج وما نزلوش من على النت، لا ده انا هبدأ ايه؟ اعمله. طيب انا هعمل برنامج، هستخدم ايه؟ لغة برمجة. هستخدم ايه؟ لغة البرمجة. طيب قال لنا انا عشان احل المشكلة دي لازم أمر بخمس خطوات، 5 steps، خمس خطوات أو مراحل. طيب لو أنا جيت قلت لك يا عاطف أنا عندي مشكلة يا عاطف، واسكت، الرد الطبيعي لي مشكلة إيه؟ بدأ يسألني إيه هي مشكلتك؟ عرفني مشكلتك وأنا أحلها لك. ما أنت بتجيش تقول لي كده أنا عندي مشكلة وتسكت، لا لازم أفكر أعرف إيه المشكلة، أعرف بس هي إيه المشكلة بناء عليها هتعمل ايه؟ افكر. يبقى انا اول خطوه عندي هنا ايه؟ اعرف المشكله، ديفاين ذا بروبلم، ابدا اعرف المشكله عندي. يبقى نمبر 1 هنا ايه؟ احدد المشكله اللي هي ديفاين ذا بروبلم، بدات احدد المشكله اللي انا عايز احلها. طيب انت مجرد ما تعرف المشكله هتبدا تعمل ايه؟ افكر في حل. افكر في خطوات حلها. افكر في ايه؟ خطوات في الخطوات بتاعه حل المشكله دي. طيب هنا نقطه مهمه جدا يا جماعه، ينفع الخطوات دي انا اعملها خطوات عشوائيه مش مترتبه؟ لا لازم ارتبها. طب لو انا طلبت منك قلت لك انا عندي مشكله هتقول لي ايه؟ ايه هي المشكله؟ قلت لك انا عايز كوبايه شاي. افكر بقى اعمل الشاي ازاي. قول لي كده الخطوات اللي هتعملها. هروح المطبخ، ايوه، واسخن ميه، ايوه، واجيب السكر، ايوه، واجيب الشاي، واغلي الميه، واحط الميه في الكوبايه واشرب بقى. لا هتجيب لي انا اللي عايز الكوبايه. افتكرت اشرب. طيب انت جبت لي الكوبايه هنا، صح؟ طيب ينفع ابدل الخطوات دي؟ لا ما ينفعش. يبقى لازم ترتيبها يكون ايه؟ منطقي، لوجيك، حاجه كده منطقيه، خلاص. عشان كده هنا قال لي ان الخطوه الثانيه او نمبر 2 ستيب باي ستيب الجوريزم. الجوريزم هنا بتعني ان الخطوات اللي انت هتحلها تكون مترتبه ترتيب منطقي، تكون مالها مترتبه ترتيب منطقي، ترتيب منطقي، مفيش خطوه تسبق خطوه وتتبدل مع خطوه. فهمت قصدك، يعني قصدك بالدور ويكون منطقي، يعني الترتيب ده يكون لازم منطقي. يعني انا عايز انزل تحت مثلا، هفضل اروح لغايه ما اوصل للباب، افتح الباب، انزل على السلم، بقيت تحت. ينفع خطوه من دي تتشال او خطوه من دي تتبدل مع خطوه ثانيه؟ لا ما ينفعش. يبقى انا عشان اعمل بروبلم سولفنج او احل المشكله همر بكام؟ 5 steps، خمس مراحل. اول واحده احدد المشكله، اول واحده احدد المشكله، احدد المشكله اللي هي ديفاين ذا بروبلم. جميل. طب تاني خطوه احدد الخطوات اللي هي ستيب باي ستيب الجوريزم، اللي هي ايه؟ الجوريزم، ان هي تكون مترتبه ترتيب منطقي، ما اجيبش كده خطوات وخلاص. يبقى نمبر 2 هنا ايه؟ ارتب الخطوات ترتيب منطقي. بالظبط، ان تكون الترتيب الخطوات دي مترتبه ترتيب منطقي. طب نمبر 3 ايه؟ تعالى كده نقرا. بروجرام ديزاين، ابدا اصمم البرنامج. ابدا ايه؟ اصمم البرنامج. طيب احنا عندنا نمبر 1 ونمبر 2، ده على البيبر العادي الورقه، يعني الخطوتين دول انا بعملهم فين؟ على الورق. بجيب ورقه وقلم كده وابدا احدد مشكلتي وابدا اكتب الخطوات بتاعتي، اوكي؟ طيب نمبر 3 اصمم بقى على الواقع. بروجرام ايه؟ ديزاين. ابدا اعمل الديزاين، هبدا اعمله على ايه؟ على الكمبيوتر. حلو، هستخدم ايه؟ لغه البرمجيات. برافو عليك، اسمها لغه البرمجه. لغه ايه؟ البرمجه. لغه البرمجه عندنا هنا هناخد لغه اسمها فيجوال بيزك، هنتكلم عليها في الدروس اللي جايه. اسمها ايه؟ فيجوال بيزك. ايوه هو ده. طيب انا خلاص صممت البرنامج، ينفع كده اخده واديني المستخدم او اليوزر يستخدموه عادي وابيعه بقى كده واكسب منه؟ لا لازم اجربه اول. اجربه هنا معناها اعمل له تيست. اعمل له ايه؟ تيست. اعمل له ايه؟ تيستنج. يبقى نمبر 4 هنا ايه؟ تيستنج. بروجرام تيستنج، ابدا اختبر البرنامج بتاعي، ابدا اختبر البرنامج بتاعي. طب فكرني كده يا عاطف، نمبر 1 احدد المشكله، ديفاين ذا بروبلم، نمبر 2 هو انا اقول وانت تترجم؟ ايوه. ها؟ ما احنا عربي ولغات. ها؟ انا العربي وانت اللغات؟ ماشي. انا السكر وانت الشاي؟
ماشي يا عاطف. يبقى انا احدد المشكله نمبر 2، احدد الخطوات وارتبها ترتيب منطقي ستيب باي ستيب الجوريزم. نمبر 3 اصمم بقى البرنامج بروجرام ديزاين. نمبر 4 اجربه اعمله تيستينج. يبقى بروجرام تيستينج، بروجرام تيستينج. طب اخر خطوه بروجرام دوكيومنتيشن، بروجرام دوكيومنتيشن. ابدا اوثق، ابدا اوثق البرنامج بتاعي، محدش ياخد تعبي، يبقى ده ملكيه، ملكيه خاصه ليا صح؟ ما انا ما اعرفش يعني ايه حقوق فكريه بالظبط او حقوق ملكيه، دي حتى انا اللي عاملها اقدر استفاد بيها. هنا دوكيومنتيشن يعني اعتماد او توثيق. اعتماد او ايه؟ توثيق. توثيق يعني اسجله زي ما تسجله كده في الشهر العقاري، لما حد بيروح يسجل حاجه في الشهر العقاري كده. هنا انا بعتمده واوثقه ليا، بعتمد ووثقه ليا. يبقى انا كده مريت بكام ستيبس؟ 5. نمبر 1 اقول تاني احدد المشكله ديفاين ذا بروبلم، وبعدين اخلي الخطوات الحل خطوات منطقيه خوارزميه ستيب باي ستيب الجوريزم، وبعد كده اصمم البرنامج ديزاين ذا بروبلم لغه البرمجه، هستخدم معاها لغه برمجه برافو. وبعدين اعمل له تيست اجربه اول تيستنج، وبعد كده دوكيومنتيشن ان انا اعتمد. احنا اتفقنا ان في نمبر 1 ونمبر 2 انا هحلها على الورق مش كده؟ حلو قوي. احنا هنفضل في اللي في الرقمين دول فتره طويله شويه خلاص. هنا قال لي في الخطوه الثانيه دي عشان تعمل اسلوب حل المشكله دي عشان احلها هستخدم معاها شكل من الاشكال بيساعدني ان انا احل المشكله خلاص. الحاجه دي اسمها فلو شارت، فلو شارت خرائط تدفق، خرائط تدفق. كلنا مثلا بندخل المول بنلاقي في البدايه كده في خريطه بتوصف المكان صح؟ السهم يعني طالع يمين وشمال. برافو، يعني انا اقدر من الخريطه دي ابص على المكان اللي انا عايزه واقدر اوصله مش كده؟ هنا في لغه البرمجه بقى لا، الفلو شارت دي مجرد ما هبص عليها بعد كده هعرف البرنامج ده وظيفته ايه وبيعمل ايه. يبقى الفلو شارت دي بتوصف عمل البرنامج شغال ازاي، الخريطه بتاعه البرنامج شغاله ازاي خلاص. الفلو شارت دي اشكال مش كده؟ اشكال هندسيه خلاص. انا ما بستخدمش فيها كل الاشكال الهندسيه، انا عندي 5 اشكال او 4 اشكال اساسيه بستخدمهم، 4 اشكال اساسيه بستخدمهم خلاص. الشكل البيضاوي ده يا جماعه انا بستخدمه في بدايه الفلو شارت ونهايتها. يبقى الشكل البيضاوي ده بيعمل ايه؟ في الاول وفي الاخر، في الاول ونهايه البرنامج او الفلو شارت. طيب والشكل الثاني ده انبوت واوت بوت، انبوت واوت بوت. من الانبوت يعني ده ايه؟ من الانبوت ده، ده بيتاكل؟ لا لا لا، انبوت يعني ادخال واوت بوت عكسها اخراج. يبقى الشكل ده انا هستخدمه لما اجي اعمل حاجه اسمها انبوت وهنشرحها بالتفصيل، ولما اجي اعمل حاجه اسمها اوت بوت او اخراج. طيب الشكل الثاني ده المستطيل ده يعني بروسيسنج. بروسيسنج، بروسيسنج هنا معالجه، اي عمليه حسابيه هتحصل في البرنامج هتكون في الشكل ده جوه المستطيل. جوه المستطيل، يبقى بروسيسنج هنا بستخدم معاه المستطيل ده بكتب فيه من الاخر كده اي عمليه حسابيه بتحصل في البرنامج. طب والشكل ده دايما ده انا عارفه عارفه عارفه. ديسيشن يعني قرار او شرط. انت بتسالني ليه؟ مش انت اللغات؟ ما انا بقول اهو، ما انا جاوبت اصلا. طيب قرار او شرط انا هعمله، يبقى لما يبقى فيه في البرنامج شرط معين هيتم او قرار انا هاخده هستخدم معاه الشكل ده. واخر حاجه اللي هي فلو لاينز دي اللي هي خطوط الاتجاه اللي انا هشتغل عليها، خطوط الاتجاه اللي انا هشتغل عليها. يبقى انا اخدت الشكل بتاع البدايه والنهايه اللي هو ستارت او اند، الشكل البيضاوي، واخدت الانبوت والاوت بوت، ده الشكل المستطيل. لا هو مش مستطيل، متوازي كده، شكله معوج شويه. تمام، شبه منحرف. لا هو مش شبه منحرف برضه خلاص، هو شبه المستطيل بالظبط كده، بس ايه جاي من الاطراف كده معوج شويه. يبقى شبه المستطيل. شبه بس مش هو مستطيل. شبه المستطيل بس مش هو، بس مش هو. طيب المستطيل بقى، المستطيل الاصلي، ايوه ها ده إيه؟ حاجه اسمها بروسيسنج، معالجه، عمليه حسابيه هتحصل، عمليه حسابيه هتحصل خلاص. والشكل اللي عندنا ده انا بستخدمه للقرار، للقرار او الشرط اللي انا هستخدمه ديسيشن بلوج. طيب
والفلو لاينز اللي هي خطوط الاتجاه. الفلو شارت يا جماعه من اصعب حاجات او النقط اللي بتقف معانا في منهج ثالثه اعدادي، فاحنا بناخدها واحده واحده كده وبسهوله. اول خطوه انا هعرفها الاشكال اللي انا هستخدمها. تاني حاجه لازم اعمل عليها ابلكيشنز كتير او تطبيقات عليها كتير. كده الموضوع صعب يا عاطف؟ لا انا فهمت اسهل شويه صح؟ طلعت شاطر. طيب هو الفلو شارت عموما عايز ابلكيشنز كتير وتطبيقات كتير، فانتظروني في حلقات تانية مع تطبيقات الفلو شارت والبروبلم سولفينج. ومع عاطف. باي باي. ومع عاطف برضه. باي باي.